في موضوع آخر، رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رحب بالتقدم الذي أحدث تحولا وتحقق بفضل اتفاقات أبراهام والاتفاق الثلاثي لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مجددا التزام واشنطن بالمساهمة في تعزيز وتعميق هذه الشراكات. وقال بلينكين في الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقات أبراهام واتفاقات التطبيع، قال إن هذه المراحل أحدثت تحولا بالنسبة لإسرائيل والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، واعتبر المسؤول الأمريكي أن هذه الاتفاقات أسفرت عن أشكال جديدة من التعاون والاندماج الإقليمي في الشرق الأوسط وخارجه، مذكرا على وجه الخصوص بانعقاد قمة النقب في مارس الماضي، وشدد على التزام واشنطن بدفع وتطوير هذه الاتفاقات بين إسرائيل والبلدان من أجل تعزيز الأمن والازدهار والسلام الإقليمي، مؤكدا أنها تتطلع باهتمام للمساهمة في تعزيز وتعميق هذه الشراكات خلال السنوات المقبلة.